مرحبا بكم في درس معادلة الكسور أو مكافأة الكسور. حسنا، يمكن أن يكون لدينا كسران يحتويان على أعداد مختلفة ولكن يتساويان في القيمة. لأوضح لكم هذا المعنى أو المفهوم سأقوم ببعض الأمثلة والتمارين. دعوني أكتب بلون مناسب. لدي هنا نصف، مثلا إذا كان لدي فطيرة وقطعتها إلى قطعتين سيكون المقام هنا اثنان. إذا وإذا قمت بأكل نصف الفطيرة هذه أو هذه القطعة فإنني سأكون أكلت نصف. هذا الشيء غير معقد نهائيا. إذا قمت برسم الفطيرة نفسها مرة أخرى ولكن هنا قطعتها إلى أربعة أجزاء وقمت بهذه الحالة المقام يصبح أربعة لأنها مكونة من أربعة أجزاء، وبدلا من أن أتناول قطعة واحدة هذه المرة تناولت قطعتان، بمعنى آخر اثنان من أربعة أي الكسر ربعان. إذا اطلعنا على الرسم واطلعنا على الفطيرتين نلاحظ بأنني أكلت نفس المقدار أي أن النصف يساوي ربعان أو اثنان من أربعة، أي أنني لو أكلت نصف الفطيرة أو أكلت قطعتان من أربعة أجزاء من الفطيرة فأنني أكلت نفس المقدار. بطريقة أخرى، إذا كان لدينا نقول فطيرة وهذه لا تبدو فطيرة جيدة لكن فطيرة من نوع ما ونريد تقسيمها إلى ثمانية قطع هنا بهذه الطريقة، وبدلا من أن أتناول اثنان أريد أن أكل أربعة، أربع قطع من هذه الفطيرة، يبدو أنها لذيذة جدا لأكل أربع قطع. إذا أكلت أربع قطع من ثمانية، إذا لازلت قد تناولت نصف الفطيرة، إذا حسب ما يظهر لدينا من الرسم، إذا واحد على اثنان أو نصف يساوي اثنان على أربعة أو ربعان ويساوي أربعة على ثمانية. إذا ما العلاقة بين هذه الأعداد؟ إذا نقول بأن هنا إذا أردنا تحويل المقام إلى أربعة، إذا اثنان إلى أربعة يجب أن أضرب بعدد معين وهنا نضرب اثنان. إذا نضرب اثنان في اثنان يساوي أربعة، وبالتالي يجب أن نضرب البسط أيضا في اثنان، فواحد في اثنان يساوي اثنان. وهنا ضربنا أيضا ضرب اثنان يساوي أربعة، وأربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية. إذا في كل مرة أن آكل ضعف الكسر ولكنني آكل في الحقيقة نفس المقدار. إذا نأمل أن الصورة توضح لكم أكثر هذا المفهوم، واسمحوا لي أن أمسح هنا حتى أترك مجالا لمسألة أخرى. إذا سأبدأ بالمسح أو أني أغير الصفحة. حسنا، الآن دعونا نقول أن لدي الكسر ثلاثة على خمسة. كما قمنا بضرب في المرة في المثال السابق البسط والمقام نضربه بالأعداد نفسها أو برقم نفسه لنحصل على كسر مكافئ، نضرب هنا في سبعة ونضرب أيضا المقام في سبعة فنحصل على ثلاثة ضرب سبعة واحد وعشرون، و على خمسة ضرب سبعة خمس وثلاثون. إذن هما كسران متساويان، ثلاثة على خمسة يساوي واحد وعشرون على خمس وثلاثون. كل ما فعلناه هو أننا ضربنا ثلاثة على خمسة ضرب سبعة على سبعة وهي تساوي واحد أيضا، أي أنها لا تغير من القيمة. لا أريد أن أحيركم كثيرا، ولكن هنا في الواقع سبعة على سبعة، إذا أكلت سبعة على سبعة أو سبعة قطع من سبعة قطع فإنني أكلت الفطيرة كاملة، إذا هي تساوي نفسها واحد، وبالتالي فالقيمة لا تتغير فعليا، إنما ما نفعله هنا أننا نضرب ثلاثة على خمسة ضرب واحد التي هي تساوي سبعة على سبعة. لا تتحيروا أرجوكم، هي نفسها سبعة على سبعة، لكنني ما أفعله هو أنني أقطع الفطيرة كأنني أقطعها سبعة أضعاف الفطيرة الأولى، وبالتالي أكون لدي 35 قطعة وأكل فقط 21 قطعة منها.
أرجو أن تكونوا قد فهمتم، ولكن لنحاول بمسألة جديدة. لنبدأ مع الكسر على سبيل المثال 5 على 12. أريد أن تكتبوا المقام على صورة. دعوني أقول لكم الآن المقام مثلا 36. إذا كيف انتقلت من 12 إلى 36؟ ما قلنا به هو أن ضربنا 12 ضرب 3، ضربنا المقام ضرب 3. إذا يجب أن نضرب أيضا البسط ضرب 3 حتى نحافظ على نفس القيمة، ليكون لدينا 15. إذا لدينا الكسر 5 على 12 هو يساوي تماما الكسر 15 على 36. إذا لو أكلت 5 قطع من فطيرة مكونة من 12 قطعة هو نفس أن آكل 15 قطعة من فطيرة مكونة من 36 قطعة. في النهاية نحن أكلنا نفس الكمية. لا تأكلوا كثيرا من الفطائر، ولكن أراكم قريبا.